ناهد السباعي خدت مامتها وسابوا الفرح، وأحمد عز قفل تليفونه والعروسة معرفتش توصله، وحالة شيحة طلبت الطلاق قبل فرحها على طول. رغم إن ناس كتير بتستنى ليلة فرحها لأنها ليلة العمر، لكن في بعض الفنانين والفنانات كان ليهم حكايات ليها العجب مع الهروب من أفراحهم في يومها ومن أشهرهم. ناهد السباعي من الفنانات اللي اتربوا في بيت مليان مواهب، ومن وقت ما دخلت عالم الفن وهي دايما إطلالتها مثيرة للجدل، وكانت حكى عنها قبل كده إنها هربت من فرحها اللي كان في العين السخنة ورجعت مع والدتها على القاهرة، وحكت إن الموضوع ابتدى بمشاكل ما تخصهاش لكن هي ما قدرتش تتقبلها، وقالت كمان إنها كانت فاكرة إن محدش خد باله. نجلاء بدر ومحمد منير كان في مشروع ارتباط بين نجلاء ومنير، وحكت نجلاء إنه طلب يتجوزها بعد ما شافها أول مرة وطلب إيديها للجواز، وفعلا حصلت خطوبة وتحدد ميعاد لكتب الكتاب لكنه اختفى قبلها بأسبوعين، وبعدها كلمها وقال لها إنه مش هيقدر يكمل معاها لأنه خايف عليها وقرر ينسحب. مي حلمي ومحمد رشاد في فرحهم الأول حصلت مشكلة كبيرة بسبب خلافات على القايمة والمؤخر، وحصلت مشادة بين العيلتين وما قدروش يتفهموا. ساعتها محمد مشي من الفندق وقال للناس إن الفرح اتلغى بسبب حالة وفاة عشان يداري على الموقف اللي حصل، وده كان بعد ما وصلت العيلتين لقاعة الفرح. وقتها مي خدت الفستان وروحت. سما أحمد الإعلامية سما أحمد من فترة كانت ترند لأنها هربت من فرحها واللي كان هيتعامل بعد ما والدتها تعبت جدا، وهي كانت عاوزة ترضيها وارتبطت بشخص ما تعرفوش لكن حست انها مش هتقدر تعيش معاه فقررت تسيب الفرح وتمشي، وبعدها اعتذرت له وقالت له انها غلطت في حقه وتتمنى انه يسامحها. احمد زكي ووردة احمد زكي مر بعلاقات عاطفية كتير، وسبق وكشف المكير محمد عشوب قبل كده انه بعد ما اتطلق من هالة فؤاد قرر يرتبط بوردة، ووقتها احمد زكي اختفى قبل ميعاد الجوازة، فضلوا يكلموه يدوروا عليه معرفوش يوصلوا له، واتضح انه هرب لانه معرفش يتخيل نفسه مع واحدة غير هالة فؤاد. حالة شيحة حالة كتب كتابها زمان على المطرب والفنان هاني عادل، لكن قبل الفرح بأيام أعلنت إنها مش هتقدر تكمل واتطلقوا من قبل ليلة الدخلة بسبب سوء التفاهم بينهم، وقال وقتها إنهم مش هيقدروا يحلوا أو يتجاوزوا اللي حصل ويكملوا علاقتهم عادي كأن مفيش حاجة حصلت. أحمد عز معروف انه كان ليه علاقات نسائية كتير واشهرها زينة، لكن على الرغم من كده كشفت الصحفية نضال انه كان مرتبط بفنانة لبنانية من اجمل الفنانات واهمهم لمدة 6 سنين، وبعد ما حددوا ميعاد للخطوبة يومها قفل تليفونه ومعرفش حد يوصله ولا يعرف ايه اللي خلاه يعمل كده. فريال يوسف فريال كتبت كتابها على رجل اعمال في 2011 لكن لغت الفرح في الايام الاخيرة، وفضلت مخبية الخبر لمدة طويلة قبل ما تعلن عنه بسبب بعض الخلافات اللي حصلت بينهم وخلتها تحس ان الموضوع مش هيكون مناسب ليها.